السلام عليكم. هي اليورو موجودة مع الأمور السعودية بعد كده راحت فين؟ هو احنا ما بقاش معانا الحاجات الدولية بس مفيش حاجة اقتصادية مفيش حاجة علمية مفيش حاجة إيمانية هي بس هذا الأمور خلاص مع إن احنا ما ظبطناش ولا حاجة كم درس اليوم كده تصرف حياة زوجية ولا لسه برضه؟ ولا لا ما بتتكلمش في حياة زوجية؟ ها؟ عاوزين ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وحول العلم يقول والله ولا إله إلا هو يكفي أنه أعظم صفات الله سبحانه وتعالى صفة العلم والآية التي قرأت في الصلاة إنما يخشى الله من عباده العلماء وأهل الخشية نسأل الله أن يسلكنا في سكين فكلما ازددت علما ازددت خشية وكلما نقص علمك نقصت خشيتك ويعني ضعفت مهم جدا يا اخوان العلم اما يخشى الله من عند العلم اما يخشى الله من عند ربه العلماء ولا العلماء وبنسبه العلماء او العلماء مركز معايا ولا لا اما يخشى الله من عباده العلماء يخشى الله من عباده العلماء أحد الصوفية بإبراهيم الزهري إنما يخشى الله من عباده العلماء يبقى مين يخشى؟ ها؟ بس يقول لا بس مش الخشية اللي احنا عارفينها من أنا خشية إن شاء الله يعني الله بهذا العلماء عاوز يقول لك برضه إن مشايخهم حاجة فوق بيعمل لهم حساب وأنهم يستطيعوا أن يقولوا ويفعلوا ودول أصحاب عقيدة الاتحاد والحلول الاتحاد والإيه؟ أن الله حل فيهم واتحد معهم حل فيهم واتحد معهم مهم جدا يا إخواني أن نسلك في سلك العلماء والعلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء ولا بد لنا من مرجع نرجع إليه دائما وأبدا وهم من هم العلماء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء أو من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيه؟ وأضلوا عرفت بقى قيمة العلم؟ قيمة العلم الناس بدون علم هم كالأنعام بل هم بل هم أضل والعلم موجود في صدور العلماء والناس ترجع لهم طيب يموت العالم بيموت بالعلم موجود في صدور العلماء والناس ترجع لهم طيب يموت العالم بيموت بالعلم بما معه ويدفن بما معه ويقل العلم ويقل العلم لذلك ان من المشروعات الساعه اللي احنا فيها دلوقتي
قيمة العلم وانتشار الجهل وانتشار الجهل. أدي الفصل إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم نور ويثبت الجهل نور ويشرق الفقر ويظهر الزنا. خبر يشرق والزنا ينتشر العلم يبين الجهل يزيد. هو ده اللي هقول. طيب نحن في الدليل، نحن في عصر الشريعة، العلم بالشرع، العلم بصفات الله، العلم بأسماء الله، العلم بما يجب لله، العلم بما يستحيل على الله، هو ده العلم. إنما علم الكمبيوتر وعلم الجنوب دي معارف، معارف. ولذلك أهلها أهلها لا يحصل الله، ما فيش معهم بحر إلا إذا كان عنده رصيد من العلم. لو عنده رصيد من العلم الشرعي يخاف الله، إنما ما عندوش رصيد عادي. طب إيه رأيكم اللي إيه؟ بيسرقوا الحسابات للبنوك، يسرقها بعلم ولا بجهل؟ ها؟ علم، علم. اسرق حساب غلبانك، ده كله بالعلم. يبقى الناس لابد لهم من العلماء عشان يعملوا فيهم إيه؟ يسألوه ويرجعوا إليه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحيي إلى في بقى هنا حاجة مهمة جدا اسمعوها كتير جدا في اليوتيوب. يقول لك استفت قلبك. استفت إيه؟ يعني مفيش قاعد تستفيد. ولو سألت علماء وأفتوك وأنت مش عاجبك الفتوى تسأل إيه؟ اسأل. وبالتالي ضاعت معالم الدين. ليه؟ من أسأل إيه؟ فهيقول لي ولا يقول لي أعمله. قال له قدر يا إخواني. مهم أوي خلي بالنا من المسائل دي، لأن يعني إيه اختلط فينا الحامل وكذا. على الواقصة جاء إلى يسأل قبل ما ينطق الرسول قال له جئت تسأل عن البر. لأنه بيسأل عن البر والإثم. قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاق في النفس متردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتاوك. الرواية دي اللي هي يعني في القلب، وإن أفتاك الناس، الرواية ضعيفة والرواية واحدة فقط في مسند الإمام أحمد وهي ضعيفة. لكن الأصل إن إحنا نسأل أهل الذكر. قال رب العزة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. تعمل إيه؟ تسأل أهل الذكر. ولما يجاوبوك تعمل إيه؟ تسمع. سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيه؟ أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة. الإجابة مش عاجباك تنفذ بقى. بس طبعا مين يملك النهارده اللي يلزمك بالاجابه؟ محدش، مش كده؟ الا ايه؟ ضميرك، ايمانك، خوفك من الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيخليك ايه؟ تنفذ او لا تنفذ. خدها القلوب فيها ما فيها. انت اخلي قلبي يرجح المسألة أو لا يرجح. بداية يرجح المسألة أو لا يرجح. بداية لو ما فيش نص شرعي ممكن في الحالة دي أرجع للعقل. بس هو في حالة ما فيهاش نص؟ هات لي كده أي مسألة ما فيهاش نص. هات لي أي مسألة ما أنتش عارف الحلال والحرام فيه. بل مش حافظ الأدلة كمان، ده حافظين الأدلة صح ولا صح؟ يبقى هنا لما ما تكونش فيه نص ماشي.
انما ده اي حد فهم مصر. يعني على سبيل المثال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. عيش الشيء يعتبر على رسول كده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا او مساجد. ولولا ذلك لأغرزوا قومه غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. لو جبت واحد قال أنا يقول لك عالم وبعد العالم لما مات عملوا له مسجد ودفنوه في المسجد. واضح كده؟ طيب احنا شايفين في حاجة غلط؟ لا احنا شايفين. طب النص بيقول كده غلط ولا صح؟ ها؟ النص بيقول كده غلط. بس احنا شايفين مفيش حاجة غلط، ايه الغلط اللي فيها؟ ما هو محدش بيعبده، ده احنا بنكرره، احنا بنحاول نحيي ذكراه، مش هو ده اللي بيتقال في القلوب؟ بس النص بيقول ايه؟ يقول لك كده، اعمل ايه في الحالة دي بقى؟ استفتي قلبي ويفكر النص، ها؟ فكر النص، يبقى لازم يخبطنا، لازم ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاجات فعلا ممكن انت فيها تراجع فيها قلبك. يعني انت بقى راجع قلبي اول شيء يكون فيها تراجع فيها قلبك. يعني انت بقى راجع قلبي اول شيء يكون القلب ده مطمئن للايمان. مطمئن للايمان يعني ايه؟ يعني ما فيهوش نفاق، ما فيهوش بدعة، مطمئن للإيمان، يبقى الإيمان فعلا. سيدنا عمر بن ياسر أكبر مثال من نار القلب في يعذب، يعذب مش كلهم يعذبوه، ولكن إيه؟ إيه اللي خلصوا منه؟ لأنه هو مش متحمل العذاب. بلال معروف، بلال كان يتعذب يزيد في الإغاظة، يغيظه مقبرة ويقول لو انا اعرف كلمه من احد في الازهر كنت اعمل ايه؟ هقولها. هم يعذبوه وهو يقول ايه؟ احد، لان هم مش عاوزين احد. هم عاوزين يعذبوه وهو يقول ايه؟ احد، لان هم مش عاوزين احد. هم عاوزين كده ايه؟ الها يعني مجموعه. فهو يقول احد. ويعذبوه وهو يقول احد. سيدنا عمار ما استحملش. اول ما لسعوه بالعذاب عاوزين تقولوا ايه؟ عاوز ايه اللي يخلصني منكم؟ قالوا تقول انه ساحر، تقول كذاب، تقول شاعر، خلاص حقوا سيبوني لوجه الله بقى. فلما قال لهم كده سيدنا بعد ما وصل للرسول عليه السلام اخبر الرسول اللي هو اخبر في حقه. قال لو قلت في حقك كذا وكذا فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسال كيف تجد قلبك؟ قلبك فيه ايه؟ مش استفتي قلبك، مش كل حاجه استفتي قلبك، لا. قال له انت وضعك ايه يا عمار؟ قال يا رسول الله قلبي مطمئن بك. يبقى في تناقض ما بين اللسان وبين والقلب. قلب بيقول الكلام ولسان، العكس بقى عند المنافقين. لسانهم بيقول كلام وقلوبهم بتقول ايه؟ كلام. يعني المنافقون يقولوا نشهد انك لرسول الله، والقلوب مش مطمئنه للموضوع، لا مش مطمئنه بالايمان برسول الله، بس اللسان يقول نشهد انك لرسول الله. وعن شكل ربنا قال ايه؟ والله يشهد الا المنافقين لن تكذبوا. يبقى اول حاجه عشان تراجع قلبك في المساله دي لازم يكون قلبك ايه ده؟ مطمئن بالدفاع. تاني حاجة يكون خالي من الدفاع. من الدفاع. والنفاق طب أنا أعرفه إزاي؟ أعرف إن النفاق في قلبي إزاي؟ أنا أعرفه إزاي؟ أعرف إن النفاق في قلبي إزاي؟ لما رب العزة يكون في قلوبهم مرض فزادهم الله فأعقبهم نفاقا في في قلوبهم. يبقى القلب لازم يكون سليم من النفاق، ولو فيه نفاق ما ينفعش ادعيه. لان كل المنافقين لما رجعوا لهم واستفتوا قلوبهم قالتهم اقتلوا رسول الله. هو لما يكونوا معاه في غزوه تبوك
لان عين كده من غزه ده مركز معايا ولا لا؟ لان عين كده من غزه والرسول صلى الله عليه وسلم لن تنبذني الا اتخذ احد طريق الخطا طريق طيب في مكان عادي في مكان عادي محدش يمشي من الطريق الجيش محدش يمشي من الطريق الجيش اهو وكله يمشي من طريق الجيش فجمعنا فيه حوالي 12 15 قلوبهم بقى فيها ايه؟ فيها كراهية مين؟ للرسول والظاهر جسدهم ايه؟ يشهد ان هو الرسول جات لهم فكرة استفتوا قلوبهم توصلهم لاغتيال الرسول شوف بقى الولود كانت توصل ليه؟ لاغتيال الرسول فقال هدير شيء هيتلسموا لسلوا وجوههم ومشوا في طريق الحرب او العقبه طريق العقبه طريق عالي وبين الجبال تحس ان ايه لو حد يقع منه لازم يديه فعلا يسوقه يقوده يأسى عن الله ويقول ويقول يعني اللي ساحب الدبه بتاع الرسول عمار واللي ماشي ورا الرسول في الخلف حسن وجهد الجماعه دول يريدوا ان هم يعني يهيبوا دبه الرسول صلى الله عليه وسلم يخوفوه بحيث دبه تخاف في الليل في الصلاه تلقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقع فيموت ويبقى هو ابو طلحه يعني ما فيش ضرب بالسيف ولا حاجه انما هو ايه بقى؟ تخويف الدبه تخويف الدبه حس فيهم ايه سيدنا الرنين فرجع يضرب وجوه الروح السيف بتاعه يضرب دواب يعني يضرب في الوش على طول وطبعا ما بيتفهمش ولا انت مين ولا رايحين فين ولا دي اصل الطريق اصلا ثانيه الطريق بيسمحش بالدخول وطبعا ما بيتفهمش ولا انت مين ولا رايحين فين ولا دي اصل الطريق اصلا ثانيه الطريق بيسمحش بالمرور اصلا فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بالموضوع فنزل وكان سيدنا حذيفه حيبه ورجعه وهو رجع قال هل عرفت القوم يا عمرو؟ عرفت القوم؟ قال يا رسول الله عرفت حبة الرواحي والقوم ملثمون انا عرفت ان ايه شكل الدواب اللي انا بقولها بس هم ايه؟ ملثمون شاهد الواقع دي بقى شاهد الواقع ان القلب اللي فيه دفاع لما صاحبه هيساله في مساله او هيرجع له في حاجه عمره ما هيفيد ايه صح اهديه له مرتاحين له هو حد نصابهم هم شغالين لحساب حد غير بقى الكفار والشيطان فرجعوا لقلوبهم فقالوا لهم اقتلوا اقتلوه ارتاحوا منه وزيهم تماما اصحاب مسجد الايه؟ مسجد الضرار نفس الفكره نفس الفكره اصحاب مسجد الضرار بيكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام طيب نقابل الجماعه اللي كنا بنمر ازاي ونعمل خطط لكي المسلمين فين؟ هي فلما استفتوا قلوبهم قلوبهم قالت لهم ايه؟ ابنوا مسجدا وهاتوا الرسول يصلي فيه ويباركوا ويقص الشريط ويمسكوا الرسول ايه؟ صلى فيه ففكروا ايه؟ الفكره فيكون القلب يا اخوان عشان ترجع له وعشان تبقى استفت قلبك لازم يكون خالي من الايه؟ خالي من الفتنه خالي من الكفر وخالي من البدعه خالي من البدعة من البدعة اللي عند أهل التصوف بدعة بدعة كتير وغيرها مش عارف بس بدعة خالي من البدعة ما يحبش البدعة لأنك أنت لما بتحب حاجة بتدافع عنها فلما ترجع تستفتي قلبك وأنت أصلا تحب البدعة يبقى لا يمكن هيجيلك الإجابة دي صحيح لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله أبو أمامة يا رسول الله
من الإمام؟ قال إذا سررتك حسنتك وسألتك سيئاتك فأنت مؤمن. وإبعوا إخوانك والله إذا أنت مؤمن. وإبعوا إخوانك والله إذا حلوة وسهلة لما تعمل حسنات تلاقي نفسك سعيد ومبسوط. بصرف النظر بقى الناس يتكلموا عنك ما تحبوش يذكروا حسناتك أو لا يذكروا تلاقي نفسك سعيد داخليا. ولما تعمل سيئة أيا كانت بسيطة ها تبقى حسنة في كرب عظيم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر قلبك فدعه. ما أنكر قلبك القلب يخبر القلب المؤمن السليم لما ينكر حاجة وما يحبش حاجة ويألف من حاجة اتركه الشيء ما أنكر قلبك فدعه. وقال صلى الله عليه وسلم أكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب أفلاك المفتون. وإن أفلاك المفتون تلاقي حالات في ناس تقول لك إيه أنا حطيت القرشين في البنك بس الحمد لله ما باخدش منهم حاجة صح ولا مش صح؟ واحد تاني يقول أنا بطلعها ما واحد ما باخدش خالص واخد غير واخد ايه ويطلع طب والتالت بياكل هنيئا مليئا ياخد واحد بعدين كم صوره كلام واحد ما بياكلش خالص واحد بياخد وايه بقى ويطلعه ويصدق بيه والتالت بياكل يصرف ايهما اسوأ ايهما اسوأ أيهما أسوأ؟ يا أخوان ثلاثة سوء؟ لا أنا أقول أسوأ أسوأ اللي بياخد وياكل مش كده؟ لا أسوأ الاثنين التانيين صيانة في السوق الاثنين التانيين صيانة في السوق اللي ما خدش خالص واللي خد وين؟ ووزع الاثنين صيانة في السوق أما أسوأهم إيه؟ خدوا كذا ليه هو أسوأهم؟ والثلاثة استفتوا قلوبهم بس الاثنين التانيين قلوبهم فيها شيء من الإيمان مش كده؟ خايف من السيئات خايف من الذنب لما الثالث مش خايف خالص وده خايف من الذنب فخايف من الذنب وما رضاش خايف من الذنب فتصدق بيه والاثنين سوء الأسوأ اللي خدوا إيه؟ وأكد تمرير أسوأ لأنه استحل لأنه راضي وهم الثلاثة سألوا قلوبهم واستفتوا قلوبهم الاثنين التانيين استفتوا قلوبهم فقط إحنا مش مرتاحين صح ولا مش صح؟ فبلاش ما يخشش البيت الثاني استفتى قلبه فقلبه كده مش حاجة خالص هل في الحالات الثلاثة يجوز ان احنا نستفتي القلوب ولا لا يجوز؟ حالات الثلاثة نستفتي القلوب ليه؟ في نص ولا بيبقى في نص؟ أقول لقلبي ايه رأيك في النص؟ يحكم على النص طالما في نص إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لأن هم يقولوا إيه؟ أن يقولوا سمعنا سمعنا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ممكن يكون في نص وأنا مش مرتاح للنص بقدر الذي نفذ الرسول هو لسه عايش يا إخوان على قيد الحياة يأمر الصحابة الأشياء وقلوبهم مش مرتاحة بس لازم ليه؟ ينفذوا صلح الحديبية أكيد تعرف صلح الحديبية مش كده؟ اتفقوا الشروط كلها بس صعبة جدا
اللي يجي من المسلمين جمهوريه كلها قصف صعب جدا. اللي يجي من المسلمين لقريش قريش دخله ما يرجعش، واللي يجي من قريش عبد الله بن ده بيرجع، ده بيرجع ما يعملوش عمره السنه دي، عمره عمره السنه الجايه، من عمره السنه دي ما يدخلوش مكه ابدا السنه دي، يجوا السنه الجايه ويقعدوا 15 يوم يعملوا عمره وانبسطوا بعدين يمشوا. شروط مصريين جه الرسول عليه السلام وافي على الشروط ومضى ومضى. القلوب بقى ايه؟ مش قلوب ما قلوب الصحابه الاوائل والعظماء منهم عمر، منهم عمر يقول لابي بكر اليس هو رسول الله؟ الست على الحق؟ اليس على الباطل؟ نعم كل ده صح. ليه ما نرضى الايه؟ الدنيه. ليه نرضى الدنيه؟ قال له ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش معاه ومش الا بغرفه. فالشاهد القلوب جاءت مثلا يدخل خفته وهو حزين يلاقي السيدة أم سلمة بتقول له إيه يا رسول الله؟ قال لها رسول الله للمسلمين يا ابني كانوا مسلمين. قال له الراجل إنت يبقى في فرق بين الفعل الفعل والإيه؟ والقول. يعني إنت بدأ فعل نحر هديه وحلق رأسه. ما بقاش في مجال الكلام بقى، كله بقى بيعمل إيه؟ يرحب ويحلق، يرحب حتى هو يقول لك كاد ان يقتل بعضهم بعضا من شده الايه؟ الغضب. هم بيحلقوا البعض على الاعصاب. الشاهد الكلام ان قد يكون فيه نص وانت مش قادر تستوعبه، بس لازم ايه؟ وما تسالش قلبك اقبل النص ولا ما اقبلش، لانه لا يجوز اصلا في مثل هذه الحالات لا تقبل او ايه؟ أو لا تقبل. وما تسألش قلبك أقبل النص ولا ما أقبلش، لأنه لا يجوز أصلا في مثل هذه الحالات لا تقبل أو إيه؟ أو لا تقبل. القلوب السليمة اللي ممكن نرجع لها يا إخواننا أصحابها بيزيد الشيء من الحلال مخافة الحرام. بيزيد الشيء من الحلال. أصحاب القلوب السليمة اللي هو لما يستفتي قلبة يقول له صح يمشي يمشي. بيسيبوا شيء بالحلال لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه بقى؟ يقول لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين اللهم اجعلنا منهم حتى يدعى ما لا بأس به حاضرا لما به بأس. حضر الهبة به بأس. يعني مثلا لو عربية بتاعت المصلحة مش كده؟ التمويل على المصلحة صح المصلحة. طيب وقال لك ايه؟ العربية تحتاج لما تعصر الروح من عاوز اروح خاص بالشغل. انما بس اروح ازور مرضى، اروح اشيل جنازه، اروح كده اشتري موبايل خاص بيا، يبقى حاجه لازم ليا. امام بقى حتى كمان ما يصحش ان استخدمها اصلا في الحاجات الشخصيه دي، صح ولا مش صح؟ فتطرق الى الحلال خوفا من دفع ايه؟ إلى أن توصل لدرجة المتقي. لما تكون حلالا خلي بالك لا يأمر العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا مما حضر لما به بأس. كن حسنا زي بالضبط كده. انت كثيرا من الايه؟ تجتنب كثيرا من المنهج. طب يجتنب كثيرا من الظن ان بعض، يجتنب بعضا من الظن ان بعض الظن اسم، يبقى انت هتجتنب الايه؟ الظن. لا تقول حوض وهات كتير عشان الظن الحرام ما توقعش عليه. يعني هات شويه من الظن الحلال كمان
يجتنب كثيرا من الظن، إلا عرفا. فالقلب يا اخواني سيدا دقيقا وشد يعني ويفنى القلب تقي نقي، يكون خالي من البدعة، خالي من النفاق، مطمئن للإيمان، سليم. إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. في الحالة دي لما ما يكونش في نص شرعي وتستفتي قلبك يفتيك صح. بقي بقى هدية بسيطة ألا وهي موجود نص وعالم رباني بيذكر لي النص ويشرحه، واحد تاني في قلبه هوى وبيطلع لي من النص اللي يخدم هوايا، فأنا بين أمرين، أسمح له ولا أسمح له؟ في الحالة بقى أرجع لديني، لمدى ما في قلبي من تقوى، واحد رباني والتاني شيطاني بالآخر، أسمع كلام من؟ أسمع كلام الله. إذا كان القلب سليما، اللي هي الرسول لما قال له استفتي إيه؟ استفتي قلبك السليم اللي خالي من البدع، خالي من الهوى، ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الجمله دي، في مرات كتير قوي تلاقيه يقول لك كلام كتير قوي قوي، وبعدين يقول لك ايه؟ استفتي قلبك. استفتي قلبك، يعني ايه يعني؟ يتوهك وبعدين يقول لك ايه؟ انا وبرضه ايه؟ عاوز يقول من الامانه العلميه اللي يعني في اراء تقول حرام، وبعد كده يقول لك ايه؟ استفتي قلبك. ممكن ولا مش ممكن؟ لا الكلام ده بتسمعوه ولا بتسمعوش؟ في اي استفسار في الجزئيه دي او فيها اشكال على الله اكثر؟ ورد سؤال عجيب شويه، يقول هل تجد نفقه علاج الزوج على زوجها؟ وهل يجوز له ان يعايرها بمرضها؟ طبعا هذا الامر مش مظبوط. وجوب النفقة، وجوب نفقة العلاج على الزوج فهي العلاج ليس الطعام والشراب بل الشك. والإنسان بحاجة إلى الطعام لأن العلاج أكثر من حقه للطعام والشك. يعني الواحد ممكن ياكل وجبة في اليوم، إنما لو في علاج ما يقدرش ياكل جرعة في اليوم. مسموح له ثلاث دعاءات لازم ياخذ علاج الزوجة يجب على الزوج وان كانت تعبا وان كان لها دفع، لانه يستلزم عمل الراتب والدفع لامر ثاني خالص خاص بالحياه الزوجيه يتفق فيه او يختلف عليه لامر ثاني خالص. بمعنى صلح لها بالعمل في مقام تساعد مثلا في البيت او ما تساعدش، كلام هم اتفقوا عليه مع بعضهم، دي كلام خارج عن نطاق المصروف عن العلاج. بمعنى بتشتغل واجب، عليها، ما بتشتغلش واجب عليها. الجهه اللي هي شغاله فيها تصرف لها علاج وكذا يصرف عليها حد ما يوصل. يعني مثلا محتاجه اشعه، محتاجه تتعامل ما بين المحاكاه على ما تذكر، يعني حاجه اسمها استبدال، نفقه يعني. المهم انه علاج الزوجه واجب على الزوج. برضه في حدود الاستطاعه يفهم ان هو ما يقدرش يتعامل مع حاجات دي هدفات كثيره جدا، لكن ما يغلبش يعمل ايه من عليها. وفي طبعا مشاريع او يعني موضوع نفقه الدوله. أما المعايرة فلا يجوز أبدا لأي حد من الأحوال أن يعاير لا الزوجة ولا غير الزوجة. حتى لو ظلمك إنسان، مثلا ومرض، لا يجوز أن تعايره بمرضه وتقول الحمد لله، وتقول الحمد لله ربنا عمل فيه وسلم، لا يجوز.
المعايره للمراه بتاعتك ابدا، لا للزوج ولا لغير الزوج. معايره للمراه فقط في شيء يعني سوء الخلق، سوء الخلق فلا حرج نستفيد منه. ما يجيش حد للمراه الزوج. طب لو افرض العكس اللي حصل، افرض ان الزوجه تعبت وبتعمل في وظيفه حلوه والزوج هو اللي بيغير، ها يجب عليك ان تنفق؟ ها لا مش واجب، هذا من باب الاحسان مش واجب عليك، لان اصلا لا يمكن كده. الرجال مقومون على النساء بما فضل الله اعمارهم على بعض وبما يرد الله أعمار على بعض وبما يرد وبما أنفقوا منه، لأن الأصل في النفقة هو لكن لو كانت سرية يبقى زي نفس حالة عبد الله بن مسعود يأخذ من زكاة مالها. أما لو أنفقت من أصل المال لم يبين إيه؟ الإحسان. أما هو ينفق لا للوجوب. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وكاتبه وشاهده. يعني يجي واحد مثلا زي اللي احنا شفناه مع عمالين كل يوم يفتحوا حاجه خاصه فيها تمويل متناهي، عارفين بتاع التمويل المتناهي؟ ها؟ فروع كده كل يومين يفتحوها. فبيبني اللي عاوز اتجهز منها واللي عاوز اشوف كله طاقه وجريمه. عارفين حاجات ولا مش عارفين كده؟ عارفين طاقه. ولسان كتير في السجن. لسان كتير في السجن بسبب الجريمه. فطبعا ده اسمه ايه؟ اكل الربا. ليه؟ لان الداله فلوس وخد عليها الايه؟ الزياده. فلا اكل اكل موكله بايه؟ اللي هو راح جاب منه واختار منه ودفعه، يبقى اسمه ايه ده؟ موكله. يبقى اكله اللي خد، موكله اللي دفع، كاتبه اللي هو كتب الورق ومضى الاطراف وشاهديه زي القاتل اللي بيجيبوه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كله فالفلوس يا اخوانا ما اتخلقتش علشان نحطها وتجمع وكلمتها تضيع. الفلوس اتخلقت عشان تدور وتشتغل، تدور وتشتغل. هتدور بطريقه مشروعه اهلا وسهلا، ما تدورش بطريقه مشروعه تفضل كده فلوس، تفضل فلوس. والاصل في الاموال يا اخوانا ان اللي معاه بلد السلطة على المعروش، واحد معاه خبرة وواحد معاه بلد. والأصل في الأموال يا إخواننا إن اللي معاه بلد السلطة على المعروش، واحد معاه خبرة وواحد معاه بلد. ونكمل مع بعض. رب العزة يقول في الحديث القدسي أن ثالث الشريكين ما لم يخل أحدهما الآخر. ما لم يخل أحدهما الآخر. دول الناس ما كانش وهي كلونك وأنا كل دي مش حجة، مش حجة. فالفلوس بتخلي عشان تشتغل. فهذا ما عنديش وقت أو ما عنديش خبرة، أدي اللي عندي خبرة وآخد ضمانتي. شركة بيكتب شركة. أولاد أنا بيكتب الأولاد ونتفق على نسبة من غير ما أقول صراحة. والمال يدور ويقضي وظيفته في الحياة ويزود علاقات الناس ببعضها. والحديث يتطبق ان الثالث الشريكين، ان الثالث الشريكين. فانا لو حطيت الحاجه وما خدتش عليها زي اللي خدت، انا حطيت وما خدتش زي اللي خدت. ليه؟ لان اللي خدها
هيطلعها بفايدة ولا مش هيطلعها؟ هياخد الفايدة كلها ولا هيجيلي حاجة؟ أنا ما خدتش، يبقى ياخد ده إيه؟ ياخد ده كلها، الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ ياخد ده كلها، فلما ياخد ده كلها يبقى أنا اللي أكل كل ده. فالمسألة يعني واضحة روح الشمس. لا. ها؟ بل لابد ايه؟ هتحط الحساب في بنك يعني، في بنك يعني. إذا كان هي ملزمة بكده فتحطه على سبيل الأمانة، لو أنت جمعية شرعية أو أي جمعية خيرية ملزمة بوضع الفلوس يبقى في هذه الحالة مضطرة، لكن الجمعية تكون أزكى من هي تكر الربا. دايما تشوف ايه من صالح اليتيم، يبقى هو حساب فقط، حساب فقط على اليتيم. ده الخصام في ناس بتديله واحنا بناخد، ناس بتديله واحنا بناخد، بس ناس بتتبرع تيجي في الحساب. نعم قلبه ماشي، هو الحساب مفتوح، ما اختلفناش في الحساب، الحساب مفتوح، لكن الكل اللي جاي ليه اوظفه، كل اللي جاي لي اوظفه. لا اركنه ليه بقى؟ لا اركنه ليه بقى؟ اعمل حاجات لليتامى، اشغل اليتامى، او انفقها من طعام الشراب والعلاج، اقدر اعمل لهم حاجه يلبسوها ويتكسبوا منها في وقت. لا الحساب ما فيهوش حاجه، مفيش أي مشكلة، احنا لسه بنقول اهو مجرد تحويل، يعني جاي لي ويخرج عشان يروح في المهمة اللي هو رايح لها، إنما ما يبقاش عشان ده بيبقى ليه؟ مش جاي له شغل، ما ينفعش، ما ينفعش، يعني إذا كان تاجر ولا كان يبقى الزبائن اللي بيبعتوا حاجة، العملاء بيبعتوا، ببعتها للموردين، العملاء بيبعتوا بيحولها للموردين، طب أرباحي في جيبي. عذر التأخير أولا مرتبك لما يروح الجهة اللي أنت كنت شغال فيها، المرتب أو المعاش يعني. الجهة اللي أنت شغال فيها بيتحولوا فلوس على بنك عشان تصرف. عادي أول ما توصل كل إذا كان في بقى شغل أو يعني متأخرت بظرف ما يوم اثنين ماشي، بس النية تبقى إيه؟ أنا أروح أسحب. اروح اقرب المكنه واقرب من اللي اسحبها. مشغول بعيد عن الحاجه هنا هنا يوم اثنين ماشي، انما النية اصلا ان انا اروح ايه؟ اسحب. نعم؟ ولو بس النية راكب على السحب وعدم السحب العذر، يعني انا ما بسحبش العذر. ولو زاد العذر سحبت فورا. النية راكب على السحب وعدم السحب العذر. يعني أنا ما بسحبش العذر، ولو زاد العذر سحبت فورا. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في حاجة ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. عنوان الدرس بتاع النهارده استفتح قلبك. هنبدأ بقى التكملة لتفسير الموضوع.